أرحب بجميع تلميذات وتلاميذ السنة الأولى بكالوريا أدب في مادة الفلسفة. لقاء جديد نستكمل فيه الحديث عن مجزوءة الفاعلية والإبداع من خلال مفهوم الشغل. في هذه الحصة نحن في إطار الإشكالية الأخيرة من هذا المفهوم، وهي إشكالية الشغل بين الحرية والاستلام. قبل ذلك تحدثنا عن إشكاليتين هما الشغل الخاص الإنسانية وتقسيم الشغل، ومن خلالها ومن خلالهما تطرقنا إلى كون الشغل فاعلية إنسانية مبدعة تقتضي القصدية والتفكير والإبداع، ثم تحدثنا عن تقسيم الشغل في مجال المجتمع ككل وداخل المصنع. في هذه الحصة سنتناول الإشكالية الأخيرة، وهي الشغل بين الحرية والاستلاب، والتي أشرنا إليها في آخر الحصة السابقة. بطبيعة الحال نستهدف من وراء هذه الحصة تحقيق القدرات التالية: أولا، تحليل المشكلات التي تطرحها علاقة الشغل بالحرية، الاعتبار أننا خلصنا في السابق إلى أن العامل خصوصا في إطار نظام تقسيم الشغل داخل المصنع أو النظام التايلوري يحس بنوع من التبعية ونوع من الروتين والرتابة، مما يجعله يفقد ذاته وحريته، وهذا يقتضي أن نتوقف قليلا عند هذه الإشكالية. القدرة الثانية هي القدرة على معالجة قيمة الشغل بين الحرية والاستلاب والوقوف عند تجليات هذه الإشكالية. سنبدأ أولا بتعريف المفاهيم. المقصود بالاستلاب هو سيرورة لا واعية من التبعية للغير أو لقوى خارجية أخرى، بحيث لا يتصرف الفرد وفقا لإرادته وحريته، وإنما يتحول إلى سجين وعبد لهذه القوى. كما يدل مفهوم الاستلاب على نوع من الاغتراب، أو من اغتراب الإنسان عن ذاته وعن واقعه وعن إنتاجه. بمعنى عندما نقول بأن الاستلاب هو سيرورة لا واعية من التبعية، فالفرد المستلب يكون تابعا إما لشخص آخر أو لقوى خارجية، قد تكون قوى مادية أو قوى غيبية أو لفكرة أو لشيء من هذا القبيل، وهو لا يعي بذلك ويحس بأنه كائن حر يتمتع بحريته، لكنه في الحقيقة كائن مستلب، إما من طرف الغير أو من طرف قوة أخرى خارجية. وهنا الفرد يتصرف بشكل تابع، ولكن يعتقد أنه يتصرف وفقا لإرادته وحريته. بمعنى أن الاستلاب قد يشعر الفرد بأنه مستلاب، ولكن في كثير من الحالات لا يحس بهذا الاستلاب، وإنما هو لا شعوري. كذلك قلنا بأن الشخص المستلاب يتحول إلى سجين وعبد لهذه القوى، سواء كان واعيا بها أم لا. وكذلك يدل مفهوم الاستلاب على نوع من الاغتراب. الاغتراب جاءت من الغربة، يحس بالإنسان أنه غريب عن نفسه، أنه ليس هو نفسه، غريب عن ذاته، غريب عن واقعه وعن إنتاجه. وهنا عندما نتحدث عن الغرب عن الإنتاج سنفصل القول في هذا الكلام مع الفلاسفة. المفهوم الثاني هو مفهوم الحرية. يمكن أن نعرف الحرية باختصار على أنها القدرة على الاختيار والتصرف وفق ما تمليه إرادة الفرد بعيدا عن كل إكراه. إذن فمفهوم الحرية تقتضي وجود اختيارات متعددة، يختار الفرد أحد هذه الاختيارات، ومن المفروض أن تكون له القدرة على الاختيار. وكل فعل من خلاله يقرر الإنسان أن يختار ويتصرف وفقا لإرادته يسمى فعلا حرا، وكل فعل يكون فيه الإنسان تابعا ومكرها على فعل شيء آخر ضدا على إرادته تنتفي فيه الحرية. ومن هذه التحديدات يتبين لنا ويتبين لكم أن هناك تقابلا بين الحرية والاستلاب، إلى درجة يمكن القول معها أن الحرية هي على طرفي، أو الحرية والاستلاب هما على طرفي نقيض. إذن كيف يمكن أن نفهم الشغل في هذا السياق؟ يعني هل الإنسان وهو يقوم
شغله وهو يعمل يكون حرا، أم أنه مستلب وتابع وسجين وعبد للشغل أو لواقع الشغل وظروفه والظروف المحيطة به بشكل عام؟ أم أن الشغل بالعكس يحرر الإنسان ويحقق حريته؟ أم أن الشغل قد نجده في بعض الحالات يتجلى كاستلاب وفي حالة أخرى في كحرية؟ فما هي حدود الحرية والاستلاب في مجال الشغل؟ إذن هنا إشكالية الشغل بين الحرية والاستلاب تتأسس على التقابل بين مفهوم الحرية ومفهوم الاستلاب كما رأينا. فإذا كان الشغل يحرر الإنسان فإنه في نفس الوقت يجعله خاضعا لنظام الإنتاج، فهل الشغل إذن استلاب أم حرية؟ هذا السؤال هو الذي سنحاول أن نجيب عنه من خلال هذه الحصة. قبل أن نتحدث عن محاولة الاشتغال على هذه الفكرة، سنبدأ أولا بالحديث عن واقع الشغل. فالعامل يضطر إلى عرض قوته على العمل في السوق، وهنا الحديث عن السوق هنا نقصد به سوق الشغل، وهو مصطلح متداول بشكل كبير، أننا نتحدث عن سوق الشغل. فالحديث عن السوق بشكل عام فيه أشياء تعرض وأشياء تطلب. فما الذي يطلب وما الذي يعرض في سوق الشغل الذي يسميه المغاربة في بعض المناطق الموقف؟ هذا السوق اللي هو سوق الشغل هو في الحقيقة تعرض فيه القوة على العمل، بمعنى أن العامل يعرض قوته على العمل في السوق ليطلب من يشتري هذه البضاعة اللي هي القوة على العمل، ويقبل بذلك أن يتنازل عن راحته ومتعته وحريته وبعض من مقومات كرامته. فمن خلال عرض قوته على العمل فهو يتنازل عن حريته وراحته ومتعته، بمعنى أنه يضحي بهذه الأشياء مقابل ويقبل أن يدخل في الشغل. وهنا يكون الشغل بهذا المعنى البسيط ينتفي أو لا تنتفي معه حرية الإنسان. ثم كذلك أن هذا العرض للشغل في سوق الشغل يمكن العامل من الحصول على أجرة تمكنه بدورها من التحرر من ضغط الحاجة وضرورات الحياة. إذن فهنا هاتين الفكرتين تتجلى فيهما التحرر في مستواه الأول وكذلك الاستلاب في مستواه الأول، بمعنى أن في الوقت الذي يتنازل فيه العامل عن حريته ويدخل في نظام الشغل فهو يحصل على أجرة أو على منتوج يمكن أن يبيعه، وهذه الأجرة تمكن من التحرر. هنا دار مفهوم التحرر أو الحرية من ماذا؟ من ضغط الحاجة وضرورات الحياة. فالإنسان كما تعرفون هو مقيد بالحاجة، والمقصود بالحاجة كما رأيتم في مجزوءة الإنسان هو كل ما هو ضروري للحياة من مأكل ومشرب وملبس وإلى غير ذلك. وهذه الحاجات تفرض نفسها علينا بشكل طبيعي وبيولوجي، ولكي نتحرر منها لا بد من إشباعها، ومن أجل إشباعها لا بد من توفر ما نشبع به هذه الحاجات، والأجرة التي تأتي من وراء العمل تمكننا من هذا التحرر. فيبدو هنا التقابل الأول واضحا. سنتناول في البداية موقف كارل ماركس، هذا العالم والاقتصادي والاجتماعي والفيلسوف الألماني الذي يقول: إن مملكة الحرية لا تبدأ في الواقع إلا حينما ينتهي الشغل الذي تفرضه الحاجة والضرورة الخارجية، فهي توجد خارج دائرة الإنتاج المادي، بمعنى أن الشغل الذي تفرضه الحاجة هو إكراه واستلاب للعامل، لأن هذا الأخير لا يحقق ذاته في الشغل بل يفقدها. فالقولة في البداية تقول إن مملكة الحرية لا تبدأ في الواقع إلا حينما ينتهي الشغل، بمعنى أن العامل وهو يشتغل لا يحس بالحرية أو لا يعيش مملكة الحرية، وإنما مملكة الحرية توجد خارج الشغل. ولكن هنا يحدد ماركس طبيعة الشغل الذي يتحدث عنه، وهو الشغل الذي تفرضه الحاجة والضرورة الخارجية. وعندما نتحدث عن الحاجة والضرورة الخارجية كما رأينا في السابق، فنتحدث عن ضرورات الحياة المرتبطة بإشباع الحاجات البيولوجية للإنسان.
ثم كذلك ما يطرحه الواقع الاجتماعي من ضرورة الشغل. فالحرية إذن توجد خارج دائرة الإنتاج المادي، أنها توجد خارج الشغل. فهنا إذن يمكن أن نخرج بفكرة أساسية، أن أولا الشغل يجب أن نميز فيه بين الشغل الذي تفرضه الحاجة والذي تغيب فيه الحرية حسب موقف ماركس، لكن يمكن أن نتحدث أو أن نفكر في شغل آخر لا تفرضه الحاجة، وسنتحدث عنه فيما بعد. إذن فالشغل إذن الذي تفرضه الحاجة ليس تجسيدا للحرية، بل هو استلاب للعامل، خصوصا كما رأينا في مجال تقسيم الشغل في النظام التايلوري أنه يفقد فيه العامل ذاته ويصبح مجرد شيء من الأشياء وتابعا للآلة. فالعامل لا يحس بالإشباع في الشغل، بل يشعر بالحرمان كما يقول ماركس. فداخل الشغل، الشغل لا يشبع في ذاته حاجة مباشرة، بل إن العامل أثناء الشغل، خصوصا الشغل الشاق والشغل الذي تفرضه الضرورة، يشعر فيه العامل بالحرمان، يعني الحرمان من حريته وراحته ومتعته كما قلنا. لا تتحقق أو لا يحقق نشاطا عضليا وعقليا حرا، بمعنى أن العامل داخل الشغل لا يحقق نشاطا عضليا وعقليا حرا، وإنما يقضي على جسده ويحطم روحه. هنا دائما نحن نتحدث في سياق الشغل الذي تفرضه الحاجة. فبالنسبة لماركس، هذا النوع من الشغل العامل لا يحقق فيه نشاطا حرا، بل هو في نظره يحطم جسده، لأنه يقوم بمجهود عضلي مرهق، ويحطم روحه كذلك، لأنه يخرج عن ذاته ويتحول إلى مجرد شيء. في مقابل هذا الكلام يمكن أن نستحضر تصور الفيلسوف جون بول سارتر، وسارتر يمكن أن نعتبره هو فيلسوف الحرية والمدافع عن الحرية في إطار الفلسفة الوجودية. سارتر بالنسبة له الشغل يمكن أن يكون استلابا وتحررا في نفس الوقت، بمعنى أن الشغل ليس استلابا وكفى وليس تحررا وكفى، وإنما هو استلاب من داخله يمكن أن يتحرر العامل. كيف ذلك؟ فهو يقول أو ليعتبر بأن الشغل الذي تفرضه الحاجة هو في الأصل استلاب، لكن العامل من داخل هذا الشغل يستطيع الشروع في التحرر. إذن فنحن ما زلنا نتحدث عن الشغل الذي تفرضه الحاجة، لأن هناك نوعا آخر من الشغل الذي يمكن أن نربطه بالمجال الإبداعي، والمجال الذي يشتغل فيه الفرد بحريته ولا يكون تابعا لرب العمل، بل يشتغل وفق إيقاعه ويحاول من خلاله أن يبرز ذاته ووجوده. خصوصا نتحدث عن هذا النوع الثاني من الشغل عندما نستحضر أن مفهوم الشغل في تاريخيته عرف تحولا أو دلالات متعددة ومختلفة. ذلك أن الشغل كان يقصد به في البداية ذلك الشغل الشاق، العمل اليدوي، سواء في الزراعة أو الحرفي أو الصناعة، لكن في مع التطور الذي عرفته الحضارة الإنسانية وظهور الثورة الصناعية والدخول في فكر الأنوار والحداثة، سيتوسع مفهوم الشغل ليشمل كل ما ينتجه الإنسان سواء على المستوى المادي أو الرمزي، بل أكثر من ذلك، فحتى اللاعب الآن أصبح يدخل ضمن الشغل، في حين أن مثلا في التحديدات اللغوية للشغل نجد أن الشغل يتم أو لا يتم الحديث عنه كمقابل للعب، كضد للعب، في حين الآن أصبح اللعب حرفة، فنتحدث عن لاعب محترف، أي أن شغله وحرفته هي اللعب، ومنها يأخذ أجره ويشبع حاجاته. إذن فهنا يمكن أن نتحدث عن مجال الإبداع، الفنان كذلك يشتغل، وشغله هذا يمكن أن يكون مجالا كبيرا للتحرر والإبداع. لكن عندما نستحضر الشغل الذي تفرضه الحاجة، يعني ذلك العامل الذي يستيقظ باكرا ويذهب إلى سوق الشغل، إلى الموقف كما قلنا في السابق، ويعرض قوته على العمل، فهنا لا يكون حرا. في نظر سارتر ليس هو الذي يفرض شروطه على رب العمل، بل إنه يقبل
بشروط ربي العمل لأنه في موقف أدنى، وبالتالي فهو يقبل أن يتنازل كما قلنا عن حريته ويصبح مستلبا، لأنه هناك ضغط آخر أكبر هو ضغط الحاجة المرتبطة بالمأكل والمشرب وما وضرورات الحياة بشكل عام. عفوا. إذن فالعمل داخل هذا النظام من الشغل كما قلنا هو مستلب في الأصل، لكنه في نظر سارتر يستطيع أن يشرع في التحرر، أن يبدأ في فعل التحرر من خلال ما يلي. أولا، لا يستطيع العامل أن يتحرر إلا إذا تحقق لديه الوعي باستعباده أولا، بمعنى أن العامل يمكن أن يبدأ في التحرر عندما يعي بأنه أولا مستعبد ومستلب في شغله، فهنا يصبح الوعي بالاستعباد شرطا أساسيا للشروع والبداية في فعل التحرر من داخل الشغل. العمل على تحقيق ماهية الإنسان الحرة من خلال السيطرة على الأشياء التي تكسبه الوعي بقدرته على تشكيل الأشياء بشكل لا متناهي، وهذا ما يهبه أول شكل من أشكال الحرية. انتبهوا معي إلى هذه الفكرة. فهنا يتحدث سارتر عن أن الإنسان من خلال قوته على العمل يستطيع أن يغير ويشكل الأشياء من حوله تشكيلات لا متناهية، فيصنع الأدوات ويصنع ما يحتاج إليه من خلال الشغل باستعمال المعطيات الطبيعية الخام أو ما تعطيه لنا الطبيعة بشكل مباشر، يتدخل فيه الإنسان ليصنع منه أشياء متعددة. ويمكن أن نأخذ أي مثال تريدون، فالخشب مثلا كمعطى موجود في الطبيعة يمكن للإنسان أن يشكل منه أشياء كثيرة، ابتداء من القوس والرمح مرورا بالأشياء التي نستعمل فيها الآن، الأخشاب من الأبواب والمكاتب والورق وما إلى ذلك. وبالتالي فهنا لدينا مادة طبيعية واحدة يستطيع الإنسان أن يشكلها بشكل لا متناهي عن طريق الشغل، وهنا يعي الإنسان أنه قادر على تأثير في الطبيعة وبأن يغير هذه الطبيعة ويسيطر عليها ويكسبها الشكل الذي يحتاج إليه والشكل الذي يريده من خلال قدرته وشغله. وهنا هذه الفكرة، هذه القدرة على التشكيل لا متناهي للأشياء تجعلنا نحس بقدرتنا على التحرر، أو تعطينا شكلا أوليا من أشكال الحرية في أن الطبيعة لا تفرض نفسها علينا وإنما نحن من يحددها. فعندما نحدد الطبيعة ونعطيها الصيغة التي نريد، هنا نحس بنوع من التحرر بشكل تلقائي. بالمقابل مثلا، هنا أعود بكم إلى إشكالية شغل خاصية إنسانية، لا نجد هذه الخاصية عند الحيوان لأن الحيوان يغير الطبيعة بشكل ثابت. فحتى عندما نقول بأن الطير يبني عشه، فكما تعرفون أن الطيور من نفس الجنس فهي تقوم ببناء أعشاش متشابهة، وهنا نتحدث عن غياب الإبداع وبالتالي غياب الحرية. إذن فأول ما يقتضيه فعل التحرر من داخل الشغل في نظر سارتر أو الشروع في فعل التحرر، أولا هو الوعي باستعباده، ثم ثانيا وعيه بقدرته على تشكيل الطبيعة وعلى التحكم فيها، وبالتالي فهو يخرج عن سيطرة الطبيعة وعن تبعيته للطبيعة ليصبح هو السيد على الطبيعة، ومن هنا تبدأ عملية التحرر من داخل الشغل. كما يقول سارتر كذلك بأن الإنسان مشروع يصنع بنفسه ما يريد، فعندما يعي بأنه قادر على أن يصنع من الطبيعة ما يريد يمكن أن يكون هذا مدخلا لوعيه بقدرته على أن يصنع ذاته، أن يصنع من نفسه ما يريد. فبالنسبة لسارتر مسألة الحرية مسألة لا بد منها للحديث عن الإنسان، فالحرية عند سارتر هي ما يجعل من الإنسان إنسانا، وهذه الحرية سابقة على كل شيء، والإنسان مشروع يصنع بنفسه ما يريد، أي أنه حر في أن يكون ما يكون. وفكرة المشروع هنا فيها كذلك
فكرة الشروع أي البداية في فعل التحرر الذي يكون الإنسان هو المسؤول عنه، لأن حتى في حديث ساتر عن الحرية فهي حرية مسؤولة وليست الحرية بالمعنى أن يفعل الإنسان ما يشاء في الوقت الذي يشاء وكيف يشاء. إذن فمن خلال هذا الكلام يمكن أن نستنتج أن الشغل استلاب في الأصل لكنه عنصر للتحرر، هو توري كما يقول سارتر، عندما يستطيع الإنسان أن ينبتق من داخل هذا الشغل كذات حرة وكذات تستطيع أن تعي بذاتها وأن تعي قدرتها على الفعل وعلى التحرر من داخل قيود الشغل. فكخلاصة لهذا الكلام يمكن أن نقول بأن هنا سنحاول الحديث عن الخلاصة العامة للمفهوم ككل، يعني مفهوم الشغل بشكل عام في إشكالياته الثلاث: شغل خاص يا إنساني، يا شغل ولا تقسيم الشغل، والشغل بين الحرية والاستلاب. يمكن أن نخلص إلى ما يلي: أن الشغل قيمة إنسانية عليا، بل هو أساس كل القيم في المجتمعات الحديثة. فالمجتمعات الحديثة تتمحور بشكل كبير جدا حول قيمة الشغل، والشغل هو الذي ينتج كل القيم، سواء منها القيم المادية من خلال الإنتاج والدورة الاقتصادية وإنتاج الثروة وإنتاج القيمة المضافة كما يسميها ماركس، ثم كذلك يحدد القيم الاجتماعية ويحدد صورة الفرد أمام ذاته وأمام المجتمع. وفي كثير من الحالات يعرف الناس بمهامهم وبوظائفهم أكثر مما يعرفون بأسمائهم. الشغل خاصية إنسانية لأنه يقتضي التفكير والإبداع كما رأينا في الإشكالية الأولى، وبالتالي فما تقوم به الحيوانات من تحويل للطبيعة لا يسمى شغلا ولا يدخل ضمن هذا السياق. كذلك يمكن أن نستخلص أن بواسطة تقسيم الشغل يتحقق تنظيم المجتمع وتماسكه، ويغير الإنسان محيطه ويسخر الطبيعة لصالحه. ففي تقسيم الشغل حدثنا عن إيجابياته وسلبياته، ولكن على العموم يمكن أن نقول بأن على المستوى الاجتماعي هناك فائدة كبيرة في هذا التنظيم وفي هذا التقسيم، وكلما عرف المجتمع تقسيما للشغل كلما عرف تطورا وتقدما، في لأنه يساهم في انخراط الجميع وتعاونهم وتضامنهم، في التعبير الدوركيمي الذي تنتج عنه الحضارة وينتج عنه حيوية المجتمع واستمراريته. وهذا التعاون كذلك يسخر الإنسان بموجبه الطبيعة ويستعملها لصالحه. قد يحدث أن يتحول الشغل إلى استلاب واغتراب للعامل حينما يكون تحت ضغط الحاجة والضغط، أو حينما يكون تحت الحاجة والضغط. فعندما نتحدث عن الشغل الشاق الذي تفرضه الحاجة كما رأينا، فهنا يمكن أن يكون الشغل استلابا واغترابا، ويتحول العامل إلى مجرد أداة ومجرد شيء يستغله النظام الإنتاجي بشكل عام. وهنا يمكن أن يحس بنوع من الاكتئاب، وحتى قد يؤدي به الأمر إلى أمراض نفسية، خصوصا عندما نستحضر أن نظام الشغل داخل المصنع وفي إطار النظام التايلوري قد يحقق أو يسبب هذا الضغط بالنسبة للعامل، فالعامل لا يجد نفسه في الشغل. لكن من داخل هذا الشغل كما قلنا يمكن أن نتحدث عن الشروع في التحرر كما رأينا مع جون بول سارتر. وفي الأخير يمكن أن نقول بأن الشغل فاعلية إنسانية تبرز قدرة الكائن البشري على الإبداع والتجديد، فهو يبدع ذاته ويشرع في التحرر عندما ينجز أشياء لم تكن موجودة من قبل. بمعنى أن هذا الشغل باعتباره فاعلية إنسانية، ونحن دائما الشغل كما تعرفون تم إدراجه ضمن مجزوءة الفاعلية والإبداع، لأنه يجسد هذه الفاعلية الإنسانية. فبالشغل استطاع الإنسان أن يحقق الكثير من المعالم الحضارية والكثير من الإنجازات، وبدون الشغل لم يكن ليصل إلى ذلك. فلولا الشغل ربما لما كنا الآن نتواصل بهذه الطريقة. فالإبداع الإنساني
وقدرته على الابتكار وقدرته على التجديد وقدرته على استعمال يديه لترجمة ما يفكر فيه ويحول عناصر الطبيعة ويتحكم فيها تجعل منه كائنا فريدا، كائنا متنوعا، كائنا قادرا على أن يجدد ذاته، على أن يعرف ذاته، على أن يتحرر من قيود الطبيعة ويتحرر من قيود الزمان والمكان ليتحول إلى كائن مسيطر على الطبيعة. هذا الكلام لا يعني أن سيطرتنا على الطبيعة تبقى يعني بشكل كلي، وإنما يبقى دائما الإنسان يتطلع من خلال قدرته الإبداعية وقدرته على تغيير معالم وجوده إلى أن يعيش في عالم أفضل، عالمه الخاص الذي يتحدد من خلاله ويتحدد بشغله وبقدرته على الفعل والإبداع. الشغل إذن قيمة إنسانية عليا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار نظرا لأهميتها في مجال الوجود الشخصي والوجود الاجتماعي، وهذا ما يجعلنا نفهم كيف أن الشغل أصبح هاجسا لكل من لا يشتغل، رغم طبيعة الحال بعض السلبيات والمشكلات التي قد يعاني منها، لكن يبقى الشغل قيمة عليا إنسانية. وفي الختام سنختم بتقويم تكويني من خلاله ستتعرفون على قدرتكم على فهم ما قلناه منذ البداية في مفهومنا هذا مفهوم الشغل من خلال كتابة موضوع فلسفي تناقش فيه من خلاله مفهوم الشغل بين التحرر والاستلام. وهنا سيكون هذا الموضوع مفتوحا، من خلاله يمكن أن نناقش كل القضايا التي تحدثنا عنها، وما التقسيم بين الشغل الخاص الإنسانية والشغل بين الحرية والاستيلاء وتقسيم الشغل إلا طريقة منهجية. أما الشغل في ذاته فيبقى مفهوما واحدا ويمكن أن نناقشه في مختلف تجلياته ومظاهره من خلال هذا التمرين. لهذا نكون قد استكملنا الحديث عن مفهوم الشغل، و أشكركم على حسن إنصاتكم وعلى انتباهكم، وإلى فرصة قادمة.